انا ابني اسماعيل بيشرب شاي بيشرب من صغره كده. لا لا عندي يوم بيشرب كيمياء وكده. ولا لا لا بيسمع اشرب شاي دي من وقت 7 شهور وملفتة ليه جدا ومن احب الاغاني ليه. هو بيشرب شاي؟ اشرب شاي. هو بيشرب شاي من 7 شهور؟ طبعا انا ابني ما شاء الله بيشرب شاي دي سمعها جدا جدا. لا لا دي فظيعه فظيعه. انا بحب اسمعها قوي بصراحه. قوي انا كمان. انا نفسي احمد اغني. اشرب شاي. هو بيغنيها. لسه بيغنيها دلوقتي. يغنيها دلوقتي؟ طب هو نفسه تغني حته من اه والنبي يا ريت. اه بعد اذنك. يلا. روحت البيت عشان مش قادر ونفسي انا من صباحية ربنا بهدلة بجد أنا تعبان. أمي جت تسألني عاللي حصل ليه وإزاي. قلت لها ياما قبل ما تكلم نص كلمة أنا عايز أشرب. وأنا أمي جت صحتني الصبح وأنا نايم على السرير بتقول لي ميعاد الشغل وقوم يلا وبلاش تأخير. قلت لها حاضر قايم بس مسقط فوق إزاي. قالت لي تشرب إيه. قلت لها أشرب إيه أشرب إيه أشرب شاي أشرب إيه أشرب شاي أشرب إيه أشرب شاي أشرب إيه أشرب شاي. ونزلت سرع من البيت على الشغل عشان ألحق أتوبيس وطلعت ركبت في عز الحر دماغي طلبت تهيس. دم اتعكر من كتر الزحمة الشمس كانت لي دماغي. قمت طالع على المكتب وبسرعة ندهت الساعي. طب أشرب شاي أشرب شاي أشرب شاي أشرب شاي أشرب شاي أشرب شاي أشرب شاي. خلصت الشغل وقلت لصاحبي نروح نقعد على القهوة بهدلة مرمطة برهة خلاص. هانت قربت اتجوز فاضل 6 سنين وعم الحاج ابو واجي وقال طريقك ازاي. قلت له قبل ما اتكلم انا عايز اشرب شاي اشرب ايه اشرب شاي اشرب ايه اشرب شاي اشرب ايه اشرب شاي اشرب شاي. شكرا الله يخليك. حلو انت اخترت اشرب شاي. اه ما هي اشرب شاي دي فظيعه جدا جدا. اه حلوه قوي ريقي جري هنشرب بعد شويه شاي.